هالأصول الثلاثة يا جماعة أرجوكم، سني سلفي اللي بيدين بهالأصول. أغلب ضلال الناس، كل ضلال الناس حتى الكفار، كل من ظل على وجه هذه الأرض، يا أنه لم يأخذ من الكتاب والسنة، أو إنه لم يفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، أو إنه حاول أن يدخل عقله الضعيف في تكييف أو بيان حقيقة شيء مما أخفاه الله عز وجل عليه. إذن هذه ثلاثة أصول هي أصول الاعتقاد الصحيح. تبقى التفاصيل والعقائد هذه لها طلبة العلم، بس المهم الآن العامة والشباب لابد أن يغرز في قلوبهم هذه الأصول الثلاثة، وهي أولاً ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة. اثنين، ألا نفهم الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد إلا على فهم سلف الأمة. ثلاثة، ألا نخوض بعقولنا فيما وراء الغيب. عقيدتنا مبنية على غيبيات ولا لا؟ عقيدتنا مبنية على الإيمان بالله والإيمان به من الغيب. عقيدتنا مبنية على الإيمان بأسمائه وصفاته وهي من الغيب. عقيدتنا مبنية على الإيمان بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر واللوح المحفوظ وعذاب القبر ونعيم، وكلها إيش؟ أمور غيبية. ولذلك لا يكلفك الله أن تؤمن إلا بما هو غيبي، لكن بعد ظهور هذا الأمر الغيبي تؤمن بعدها ما ينفعك إيمانك. الله أمرنا أن نؤمن بيوم القيامة. من الناس من يتأخر إيمانه حتى تقوم الساعة، لا ينفع نفسا إيمانها الآن. أنت مطلوب يوم النغيد، لكن عقب ما شفت توك بتؤمن ما تنفع. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أنت مأمور بالإيمان بأن الشمس ستطلع من مغربها يوما من الأيام. كثير من الناس سيتأخر إيمانه حتى يراها، بعدها ما ينفع، ما ينفع. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بعد أن شاهدوا وعاينوا حقيقة الأمور الغيبية التي كانوا يؤمرون بالإيمان بها، بعد مشاهدتها انقلبت من كونها غيبا إلى شهادة، ثم ماذا؟ ما عاد ينفع الإيمان خلاص. يوم صارت شهادتكم تؤمنون. أنا لا أطالبك أن تؤمن بأن في يدي ماء لأنك تشاهده، كيف أطالبك بالإيمان به؟ لكن أطالبك أن تؤمن بأن لي بيتا في الدلم، لأن أمر غيبي أنت ما تشاهده. الإيمان النافع هو الإيمان بالأمور الغيبية قبل أن تكون مشاهدة، فبعد مشاهدتها سوف يؤمن الجميع، ولكنه ساعة لا ينفع أحدا إيمانه. فالله، الله يا إخوان،